بداية فيما يتعلق بالهجوم الروسي في مساء هذا اليوم على العاصمة الأوكرانية، الهجوم الذي تمثل بستة صواريخ بعيدة المدى مجنحة أطلقتها القوات الروسية من منطقة بحر قزوين استهدفت العاصمة وعدد آخر من المدن الأوكرانية، كذلك خمس طائرات مسيرة من نوع شاهد 136 وشاهد 131. حسب بيانات وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت إلى أن الدفاعات الأرضية استطاعت من التعامل مع أربعة صواريخ وثلاث طائرات من الطائرات المعادية واستطاعت من إسقاطها، لكن بعد ذلك أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية على لسان المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن صاروخين استطاعا من استهداف إحدى المطارات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مدينة كروبيفنيتسا، وهذه المدينة التي تقع في الجنوب شرقي البلاد. إضافة إلى ذلك أشار أيضا إلى أن طائرتين استهدفتا إحدى المواقع البنية الاستراتيجية الواقعة في مدينة سومي في شرقي البلاد. التطورات أيضا هي تستمر في جنوبي البلاد من خلال البيانات التحديثية للقوات الأوكرانية العاملة في المناطق الجنوبية التي أشارت إلى أن القوات الروسية تعمل على مناورات وعمليات تدوير للقوات الروسية على طول خط الجبهة في منطقة خرسون، وأشارت هذه البيانات إلى أن القوات الروسية تبحث عن مواقع أكثر أمانا لها وتتخذ من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها مواقع هجومية أكثر فعالية وتعمل على بناء خطوط دفاع إضافية. هذا الخطوات تتزامن مع قصف روسي مكثف على طول خط الجبهة في مدينة خرسون، لكن هذه البيانات قبل قليل أشارت إلى أن القوات الروسية تدفع بتعزيزات كبيرة في البحر الأسود، وهي أشارت أيضا إلى أن القوات الروسية قد أعلنت عن إقلاع إحدى السفن التي تحمل على متنها أكثر من 8 صواريخ كاليبر. هذه التحذيرات هي أيضا تتطابق مع تحذيرات وزارة الدفاع الأوكرانية على إمكانية إقدام القوات الروسية على شن هجمات صاروخية مكثفة قد تشمل كامل الأراضي الأوكرانية. من الجانب الميداني في الجبهة الشرقية تشهد أيضا هذه الجبهة ارتفاعا منسوبا في وتيرة العمليات القتالية. في غضون 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الأوكرانية عملت على صد أكثر من 23 هجوما للقوات الروسية على المحاور الأربعة في شرقي البلاد، لكن التطور الذي نشهده الآن هو قيام القوات الروسية على استهداف لعمليات برية وعمليات اقتحام لكل من منطقة إيفانوفسكي ومنطقة بيلوهوروفكا في ضواحي هذه المنطقة. القوات الأوكرانية أشارت إلى أنها استطاعت من التصدي لهذا الهجوم ودفع القوات الروسية إلى المواقع الخلفية. قبل قليل كان هناك تصريحا آخر للقيادة الشرقية في هذه الجبهة، إذ أشارت إلى أن القوات الأوكرانية باتت تحرز تقدما نسبيا في منطقة سفاتوفا، وهي إحدى المناطق الواقعة في ضواحي مدينة لوغانسك. حسب ما أشار هذا التقارير أن القوات الأوكرانية بعد تعرضها لهجمات عديدة من قبل القوات الروسية وتحديدا على هذا المحور استطاعت من دفع القوات الروسية بعمق 400 متر وتحديدا في محور منطقة سفاتوفا الواقعة في شرقي البلاد، لكن العمليات العسكرية هي أيضا مستمرة في منطقة مارينكا. هناك 11 هجوم سجلته وزارة الدفاع لصباح هذا اليوم تحديدا على هذه المنطقة في ظل رغبة روسية عارمة في بسط سيطرتها على كامل هذه المدينة، إذ أن هذه المدينة تكتسب أهمية كبيرة استراتيجية في عملية تزويد القوات الأوكرانية بالدعم اللوجستي والأسلحة التي تحتاجها القوات الأوكرانية في عملية استمرار القتال في الجبهة الشرقية. كذلك الحال أيضا هو القتال مستمر على محوري كوبيانسك ومحور ليمن في شرقي البلاد. القوات الأوكرانية أشارت إلى أنها استطاعت من التصدي لجميع هذه الهجمات في تلك المحورين، إضافة إلى الجبهة الشمالية التي تشهد ارتفاعا في وتيرة عمليات القصف الروسي لمواقع المتاخمة للحدود الروسية في هذا المحور الشمالي.